السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. نتحول إلى إقليم طنجة، معنا السي حميد. السلام عليكم سي كريمة. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان مبارك سعيد وعواشر مبروكة، والله يدخل علينا الشرف والصحة والسلامة وطول العمر. وبشكاك واحد المشكلة عندي سي طيب كريمة. يا ربي خويا شكرا لك سي حميد. مدمنين على الإذاعة، كنصنتوا لها من الصباح حتى الليل، ثالث كنساليو في الحلقة ديالكم الاثنين حتى الخميس. حفظك الله ورعاك مولاي. ما شاء الله، وخا نعيا ونشكروا ما نوصلوش للشكر ديال داك الشيء اللي كتعطيونا. استغفر الله خويا، الله يتقبل من الجميع يا رب. المشكل اللي عندي سيدي الطيب، عندي قطيعه رحم مع واحد جوج الاخوان. اياه سببوا لي مشكل ودمروا لي الحياة ديالي. انا واحد الاخ حطيت عليه شي كاس ضمانه باش نفكو، ملي خرج صلح المشاكل الامور ديالو وبقى ولي ديالي انا. والاخر غير حيت وعدني قال لي انا ما غنتخلاش عليك. النهار اللي عيطت له قلت له ها شنو المشكل، قال لي واش انا درت لك السيف عند راسك. هذاك دابا ما سامحتوش شي 7 سنين دابا ما كنهضرش معاه لا هو لا وليداتو. لا اله الا الله. واللي عندي معاه المشكل دابا تقريبا عام ونص ما كنهضرش معاه، يعني بقيت تابعوه انا غندير انا نفك انا غندير وما دار والو. لا اله الا الله. هو ديك الشركه اللي كانت عطيت معنا ديك الشيء كضمانه وخرجوا باش يصلح معاهم وما صلحش، صلح غير لراسو. من بعد تشبر دوز شي شهور الحبس، يعني الدوسي ديالو تحيد من عندهم. دوك الناس دفعوا لي انا ديالي وقال طالبيني. مي كنطلع مي مشيت لعندهم شحال من مره، شحال كل عام كنجمع فلوس وكنتكلف هذا ونمشي لعندهم، كيقولوا لي انا وياك الخطيه في النص، انت درتي الضمانه ماشي شغلنا، يعني نعطيهم 3 المليون. لا اله الا الله. ماشي الجهد ديالي سي طيب ديك 3 المليون وغن مخلص انا الصندوق فيه مليون ونص وراك عارف المصاريف. حاولت معاهم حاولت معاهم والو، ديت واحد المره جوج المليون وعيط الرغب مشى نسيبو مشاو العائله والو. لا اله الا الله. وما تشدوا عليا جميع البيبان، بقى غير بفضل الله والدعاء ديالك يا ربي. يا سي حميد اخويا يا ربي الله يفرج عليك. ديالي كتطالبني دائما كتقول لي لا عيط لخوك هضر مع خوك هضر مع خوك، وانا ما كنقدرش ما عند الله ما. لا اله الا الله، الله يفرج عليك. دابا باقي في المشكل وما وانا يعني واحد الحاجه دخلت واحد 3 مليون ولا 4 وانت ما ماكليتي فيها حتى شي درهم كتجيك قاصحه، وانا عندي 3 البنات خدام عليهم و... الله يحسن عمالك اخويا. لا كنطلبوا منك الدعاء وصافي. واخا خويا حميد الله يحفظك ويرعاك اخويا حميد بارك الله فيك. خويا حميد كما ذكرنا في رمضان الاكرم كاين مجموعه من المبادرات يقوم بها المسلمون والمسلمات، من بينها التصفيه ديال القلوب واحياء صله الارحام. رمضان هو مناسبة لتوطيد صلة الأرحام، الناس كيسولوا على بعضياتهم كيباركوا هذا الشهر أدخله الله علينا وعليكم بالرحمة والمغفرة والرضوان. كاع العائلة كنتبادلوا التهاني كنتبادلوا التبريك وكنتبادلوا للمجاملات، هذا جميل جدا. وكاين بعض العائلات راه عندهم برنامج في رمضان كيديروا واحد البرنامج، يعني تقريبا كل ويكاند كيكونوا عند مجموعين عند واحد، وكل يوم اليوم عندي واليوم الاخر عند فلان واليوم الاخر عند فلان، كيبقى اتور دو غول تقريبا كتجيك انت مرتين في الشهر كتفطر في الدار ديالك وكتدور الرحيم كله عند العائله، كل واحد عندهم التقنيات ديالو. كاين اللي عندهم الديور كبار اصحاب الفيلات تبارك الله كيتجمعوا في الجرده وفرحانين العائله والاعمام والعمات والاخوال والخالات والاصهار والانساب والاجداد، كتلقى الشمل كله مجموع. وكاين اللي عندهم غير سكن اقتصادي صغير ولا عنده غير بيت مع الجيران، حتى هما ما كيتخلوش على هذه السنه الطيبه، كتلقاهم تما مجموعين. واحد مره في رمضان السابق عشت واحد الليله مع واحد الناس فيلا كبيره ما شاء الله، داكشي خيرات ولا بيسين وداكشي واحد المشهد ودايرين الشموع. واليوم اللي بعد منه في واحد الناس مع واحد البراكه في واحد الدوار في واحد المنطقه، يعني احياء قصديريه، والله العظيم ما كتشعرش بالفرق الكبير بالفضاء، لان كيبان القلوب اللي هي اساسيه. الناس كتلقى عندهم قلبهم كبير وفرحان وكتلقى متدين وقنوع وصبور، سبحانك البراكه كتبان لك كانها قصر لا تقل عندك الفيلا، حتى هي قصر الحمد لله. وهذه سنه طيبه الناس كيديروا فيما بينهم وكيجتمعوا. بغيتك اخويا حميد تنسى هذا المشكل المادي، المشكل المادي راه بسيط جدا، راه غير قطره من قطرات الرحمن تفيض عليك تصير من اغنى الاغنياء.
كنقول يا ربي افض علينا بقطره من قطراتك، والله تصير من اكبر الاغنياء. راه كاين اللي كيقول هالدعاء، يا رحمن افض علي بقطره من فيض كرمك. كيف ربي كيعطي واحد القطره من الفيض ديال الكرم ديالو كيصير ثري من كبار الاثرياء، ولا يدري من اين اتاه المال، لا يدري، لان الله يرزق من يشاء بغير حساب. ربنا يرزق بالاسباب ويرزق بلا اسباب ويرزق ضد الاسباب. واشتد ازمه تنفرجي الى بغى المولى عز وجل في لحظه من اللحظات. بغيتك سيدي حميد انك خوتك ما تتعاملش معهم بالحساب، تعامل معهم بالاحتساب. الاحتساب ما هو؟ ماشي هو الحساب. الحساب بقات هذه جوج مليون، ثلاثه مليون، خاضوا كذا كذا كذا، هذا حساب. لا، انسى هذا الحساب هذا، حيت خوت احنا كنا عشنا في بطن واحد ورضعنا من ثدي واحد، واصولنا ترجع الى الى الى, إلى كنا في قبل ان نكون في عالم الارحام، كنا في عالم الاصلاب في صلب ابينا مجتمعين، انتقلنا الى رحم امنا ورضعنا من لبنها. هادشي راه غالي ثمين نفيس مقدس. غنتعامل مع خوتي ماشي بالحساب، غنتعامل معهم بالاحتساب. غنقول حسبي الله ونعم الوكيل، اعطوني شي حاجه عن طيب نفسهم الله يجازيهم بخير، ما اعطوني شيء مسامحه في الدنيا والاخره، ونقول يا ربي 3 مليون بالنسبه اليك لا تساوي جناح بعوضه، الدنيا كلها لا تساوي عند الله جناح بعوضه. غنكثر من الدعاء ومن الاحتساب، وسترى بام عينيك والله وبالله وتالله اقسم غير حانت. حيت مثل هذه الحالات عشناها كثير مع الناس، كيكون شي واحد كريديات جمعوا عليه وكيشوف راسه بانه غيقطع الرحيم، وبانه كاين اللي كيقول لي غنتحر، كيقول لي لا لا، هون هون عليك، هون عليك وخلي قلبك طيب ودير تسامح وما تخافش، اش غيوقع في ملك الله؟ ما غيوقع على الخير. وخليك بالاحتساب واكثر من ذكر الله تعالى ومد يدك للخير وربي غادي يفتح. وفعلا ما هي الا بضعه ايام او بضعه اسابيع حتى ربنا عز وجل رزقه من حيث لا يحتسب. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ينزل عليه الله الخير صبا صبا من غير تعب ولا كد. سبحانك يا جليل، وربي غادي يغنيك من فضله. حافظ أخوي على ستر الرحيم، لأن ستر الرحيم قال فيها النبي الكريم مشتقة من الرحمن، من وصلها وصله الله. هذه الصلة رها عظيمة، هذه الصلة رها مباركة، وإلا قمنا بها كن متأكد متأكد جدا بأن الله غادي يفتح لك باب الرزق، غيفتح لك باب الكرم، وغيفتح لك باب الخير. ونديروا التسامح في هذا رمضان المعظم، وربي عز وجل غادي يزيدنا خيرا من خير. قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن ستر الرحيم قال إنها تعمر الديار وتزيد في الأرزاق وتبسط في الأعمار. شوف شوف الخير اللي فيها، كتبسط في العمر، العمر ديال الإنسان يزيد. قالوا بعض العلماء يزيد من حيث العدد، مثلا عندك 70 عام ربي يدير لك 80 عام. قالوا لا، قالوا كاين اللي قال لك لا، هو 70 عام مثلا كانت ربي كيجعل فيها طويله وعريضه، كدير فيها انجازات كبيره وانجازات عظيمه، وربي كيفتح فيها ابواب الخير وابواب العطاء. كذلك انها تبسط في الاعمار وتعمر الديار، الدار ديالك كتعود عامره بالخير، الدار كتعود عامره بالسعاده، وكيعود فيها العائله مرتاحين ومكرمين. ثم انها تزيد في جمال الوجه، وتزيد في كرامة الإنسان، وتزيد في نعيمه. فأسأل الله سبحانه وتعالى من فضله وكرمه وإحسانه أن يبارك فيك يا أخي سعيد سيدي حميد، ويعوضك خيرا. اللهم أمين، اللهم أمين يا رب يا كريم. مناسبة لكل الأحبة الكرام، أرجوكم 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 في رمضان علينا أن ننسى الحسابات وأن ننسى الماضي الحزين. أرجوكم أيها الأحباب الكرام وأتوسل إليكم في هذا الشهر الفضيل، نحن على أبوابه إن شاء الله في الغالب غادي يكون يوم الأحد بإذن الله الواحد، إن لم يكن غدا. أرجوكم أرجوكم أي حاجة عندها علاقة بصلة الرحيم انسوا الماضي، انسوا الأحزان، انسوا الحسابات، انسوا القيل والقال، انسوا كل شيء وابدأوا صفحة جديدة. ربنا سيبدأ معنا صفحة جديدة أيضا، ربنا سوف يجازينا بالمثل. لما كتكون انت فيك الرحمه وفيك الصفح والعفو، الله تعالى يتجلى عليك برحمته وعفوه وصفحه. ملي يكون فيك انت الكرم والجود،
مع العائلة والأحباب. الله تعالى يتجلى عليك بالجود والكرم والإحسان، ملي كيكون فيك الخير في قلبك مع الجميع الله يتجلى عليك بخيراته وبركاته. فلنصل الرحم ولنحقق الفرحة والسعادة ولنودع الأحزان ولننسى الهموم، وسترون ماذا سوف يعطينا المولى. سيعطينا الخير الكثير والفتح الرباني والعطاء الإلهي الذي ليس له حدود. فلنصل رحمنا أجمعين، بارك الله فيكم أجمعين. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.